رؤية حضرتك بقى للقاء الغد إن شاء الله، مطمن لإيه وقلقان من إيه؟ مش بقول قلقان ولا حاجة، أنا بقول مطمئن إلى حد ما بإذن الله للكلام اللي قلناه. فرق البطولات ما يتهبش عليها في النهائيات. حلو. أي فرقة بطولة أهاب على النادي الأهلي لو هو مش متعود ولا متمرس إنه يلعب نهائيات، لكن طالما الفرقة تعودت على النهائيات، الفرقة تعودت، الإدارة تعودت، الجهاز الفني تعود، الجمهور متعود على كده، فدي بتدينا دوافع فيها ثبات وفيها استقرار نفسي واستقرار ذهني واستقرار داخل الملعب. دي بتدينا دافع. الفرق اللي قدامك ما عندهاش الدوافع دي. ليه؟ لأن ما عند يعني تجارب النهائيات قليلة عندها، فخبراتها فيها قليلة، ودي لها تفاصيل صغيرة. المباراة النهائية النادي الأهلي عارفها كويس قوي ومر بيها كويس قوي، سواء لعب أول مرة أو كان بيتفرج على النادي أو الفانيلا. خلاص اللاعب اللي بيلعب لأول مرة هتلاقي الفرقة بهتت عليه، يعني بالأسلوب البلدي كده بتبهت عليه، يعني إيه؟ تتطبع عليه، بتخليها تطبع بيها. فدي اللي مديني اطمئنان يا كريم، إن المباراة ما هياش بالصعوبة. هي طبعا مباراة قوية، مباراة نهائي أهدافها كتير، لكن إحساسي وتوقعاتي إن شاء الله بإذن الله فرقة النادي الأهلي بأي 11 هيلعبه. مش هنتكلم في مين اللي هيلعب، مين اللي هيبدأ، مين اللي هيستبدل، مين اللي هيغير، مفيش حاجة من دي مش هنتكلم فيها ولا هقول فيها. لكن هيبقى كالعادة الأهلي بمن حضر، يعني الأهلي هو هيلعب. الأهلي ده لو جينا دلوقتي في الظروف اللي هو بيمر بيها وهو حس، طبعا بنقول للعيبة بنعزلهم عن الكلام اللي بتقاله عن السوشيال ميديا وعن الملعب وعن التجارب وعن الحكام وعن الحاجات دي كلها، كل ده اللعيبة هتكون عارفة. لا خلاص بقى عندناه بقى عارفة، يعني عارفة وحافظة ومرت بالحاجات دي كلها. اللعيبة مش لسه بادئين، فإذا اللي متعود على حاجة هو عارفها. بقول بشرة خير إن ريال مدريد القاعدة ما انكسرتش، أن فريق حاصد البطولات وبيستمر فيها مهما كان مستواه وحش قوي، لكن كسب فخد البطولة. ما قلناش ليفربول عمل كل حاجة في كورة ما كسبش. فالنادي الأهلي إن شاء الله ده فريق البطولات، ده فريق ريال مدريد بتاع أفريقيا.